اللاعبين الجيش ممنون لهم الخدمات اللي سدوا لها، ولكن لابد يعترفوا حتى هما الجيش تغلط فيهم، ماشي يعني داروا غير كاك على عيوننا ولا حنا درنا داكشي على عيونهم. دونك كاين واحد النوع ديال المسائل. نقطة ديال اللي بدات شوية ديال التذبذب في المواقف، وهو ملي جا المدرب الجديد ودار واحد الفحص ديال الفريق ولقى انه واحد النوع ديال عدم توازن ما بين المواقع وداكشي كله، حط الشروط ديال الخطة ديال باش غادي يعمل، وهذيك حتى يعني بتشاور تام ولاصق مع المكتب المسير، واكتشف انه على سبيل المثال شاكر المركز اللي كان كيلعب فيه ماشي هو داك اللي غادي يصلح عليه، ولا سيما ان تبين المدرب انه في الدفاع عنده واحد الخلل. فداك الوقت بعدا بدات شويه ديال النزاعات، لان شاكر ما قبلش ملي قال ليه المدرب هذا الشيء كله، وهنا ما بين قوسين لاعب محترف ما كيفرجش على المدرب، بالعكس اللي كيحصل. حتى وصلنا حتى وقفوا المدرب عاوتاني، حنا باصرار منا قلنا ودي الكاسي المدرب في التشاور وداك الشيء كله، راه هذا اللاعب راه مازال يعطي والمؤهلات ديالو كبيره ومازال كبيره الان. رجع للعقل، لان ذاك المبرر اللي عطانا باش ما يخرجش حقيقه مضحك، بالك الا خرج من ذاك الموقف راه الموقع ربما القيمه ديالو غادي تنقص. اسيدي راك ملي كتمشي للفريق الوطني راك كتلعب ظاهر ايمن، ماش كتلعبش في الوسط شي باس ما كان. دونك بدا شي حاجه ما كتمشاش ما بين المدرب وما بين اللاعب. نفس الشيء بالنسبه للمغني، هاد جوج اللاعبين كانوا بالنسبه لنا حنا الركائز ديال الفرقه في التنظيم السابق. المدرب هذا دابا بغى يركز الخطه ديالو على لعب الجماعي، وبالتالي شعروا انه ما بقى لهمش ذاك الدور الريادي اللي كان يعني راكم لاحظتوها، الا ما سجلش النغمي ولا ما سجلش شاكر ما كان كيسجل والو. فالمدرب بدل هاد الخطه وعطات النتيجه ديالو، ومازال غادي تعطي ان شاء الله في المستقبل. فشعروا براسهم انه ربما مستقبلهم يبدلوا يشوفوا شي منظومه اخرى اللي ربما تلاق لهم ولا شي حاجه. حنا ما قلنا لهمش لا، واخا يعني حنا ملي جددنا من العقده راه جددنا معاهم 3 سنين وخمس سنين، شاكر 3 سنين وآخر 5 سنين، يعني هنا عبرنا على الاراده ديالنا. من الميركاتو ديال ديسمبر هما كيتردوا بغينا نمشيو، وداروا تصريحات وداكشي كله بغاو يدلوا الاجواء، هذا حقهم ما عندنا ما نديروا شي حاجه. ملي خلاص خرج رجعوا من العطله ديالهم ديال رمضان اللي كلشي مشاو، شاكر رجع ما عارف راسو ما غاديش يبقى، دونك كياخذ التدريب لان مازال ملكيه ديال النادي، خدا التدريب ديالو في ظروف عاديه. النغمي بدا من الاول كيجيب لنا شهادات طبيه انه هذاك الشيء كله، علاش كان كيجيب هذه الشهادات الطبيه؟ باسكو ما كانش عنده الرغبه باش يستعمل في التدريب ديالو، وربما خاف انه لان كاين بوند في العقده اللي كيقول لنا تغيب راه كنعلموا به الجامعه وكتبعوا عقوبات. ملي استأنفوا التدريب ديالهم بعد شهر رمضان المبارك وعرفوا انهم ما بقاوش في التشكيله ديال الموسم المقبل، فالمدرب قال لك اودي ما كاينش بلا يدربوا مع الفريق الاول لان غادي يخلقوا لي خلل. فاحنا سخرنا معد بدني معترف به من طرف الجامعه بالكفاءات ديالو، وهو كيمارس عندنا في المركز الرياضي، كيدربوا في الصباح وكيدربوا في العشيه على غرار اصحابهم اللي في الفريق الاول، نفس التوقيت في نفس الظروف، غير هما عندهم معد مدني خاص باش ما يدخلوش واحد النوع ديال الخلط ما بين الفريق تيتولير وما بين هما. هذا الشيء اللي كاين. وملي كيقول لك كنترينيو في الغابه، المركز الرياضي ديال الجيش الملكي راه في الغابه، الاخرين كيتدربوا في الغابه، مشاو تدربوا حتى في البحر، كيفيقوا مع 6 الصباح، كيتدربوا في ظروف اللي كيمليها المدرب، لان ملي غدا الجامعه تبرمج لنا المقابله مع 3 نقول لها لا. دونك كيضربهم حسب يعني الظروف، حسب باش يهيئهم بدنيا. هذه هي لا فاز دو بريباراسيون، الفتره ديال التهيئ. قال لك ما كاينش الطبيب، لا حول ولا قوه الا بالله. المركز الرياضي ديال الجيش الملكي معروف ماشي غير لصالح اللاعبين ديالو، لصالح اللاعبين ديال المغرب كله، اللي عنده شي مشكل كيجي تما كيتعالج. حتى الناس ديال الفريق الوطني ملي كيكونوا محتاجين، هذه ما خصهاش تقال. قال لك الماء ما كاينش، اياه
قطعوا علينا الماء ما بقيناش نخلصوا الفاتورات ديال الرضال ولا شنو. هادشي غير مساله تافهه. والمبرر ديالو كما كان الحال سميتو النغمي اللي قالها، راه جاب شهاده طبيه كاع ما كانش كيتدرب. هادشي غير كلام فارغ وما مبني حتى على شي اساس. الجهه المعنيه بالامر ديال الجيش الملكي تنازلات على الحقوق ديالها مساعده للاعب، وبالتالي علاش الاخرين اللي مشاو بالتراضي وخداو النص؟ علاش؟ لان النادي اللي قال لهم انا ما بقيتش باغيكم، وهذا من حقهم. وعلاش هما ما خرجوش يديروا هاد الخرجات وهذا الشيء كله؟ مسائل شنو هذا الشيء؟ هذا الشيء ما شادش. انا اللي نصيحه وهذه نتمنى انه يعني في البت ديالكم باش تاخذوها بعين الاعتبار، اللي هذا هو المهم. اللاعب فلان وفلان يفهموني، راه كيف يفهموني عارفين العلاقات الشخصيه ديالي معاهم والحمد لله. لان حتى الشاكير راه كانت المصير ديالو كان غادي يتفضى هادي شي 3 سنين ولا 4 سنين اللي كان حكمت عليه الاتحاد الدولي. وشكون اللي لقى في الجانب ديالو؟ شكون اللي وقف معاه؟ شكون في ديك الفتره ديال 6 شهور اللي كان موقف؟ شكون كيأدي ليه الاجره ديالو؟ علاش كان يدير شاتين علينا الفلوس؟ لان عندنا امل انه غادي يرجع. شكون اللي مشى معاه للتريبيونال يعني المحكمه الرياضيه في لوزان؟ شكون اللي مشى معاه؟ عبدو ربي كنت ذاك الوقت نائب الاول ديال الرئيس. شكون اللي فكوا من هذيك القضيه وفكوا من واحد الدائره قداش وداك الشيء كله ورجعوا للمكانه اللي كاين؟ هذا الشيء تنسى. ما احنا ما محتاجينش، ما نخدموش باش نلمعوا الصوره ديالنا. احنا كنقوموا بواحد المهمه في اطار معين منظم منضبط، وغير اللي كنصحوهم يديوها في شغلاتهم. وراه هاد الخرجات ديالهم ما غادي تنفعهم حتى في شي حاجه الا ما تثبت لهم في المشاكل، ما غادي تحل لهم حتى شي مشكل.